تنمو نبتة العلندة لمتر واحد تقريبا، وقد تكون زاحفة على التربة أو متسلقة، وهي كثيرة الأغصان تلتف حول بعضها لتكون شكل حلقة. ويميل لونها إلى الأخضر أو الرمادي المزرق، ويكثر نموها بالقرب من نبتة الصبار وشجرة الزيتون، حيث تعتبر من النباتات التي تستخدم بذورها وأزهارها في علاج العديد من الحالات المرضية. وقد اشتهرت هذه العشبة أو الشجيرة في الآونة الأخيرة لما تحتويه من فوائد كثيرة. تتعدد فوائد واستعمالات عشبة العلندة، ومنها أنها تخفض بشكل فعال معدلات ضغط الدم الشرياني، وفي علاج بعض أمراض الجهاز التنفسي كالربو والالتهابات الصدرية، إلى جانب أنها تعالج بعض حالات السرطان، وخاصة إذا كان في بدايته. فقد أثبتت الكثير من التجارب قدرتها الفعالة في مقاومة الخلايا السرطانية والحد من انتشارها. يكثر وجود عشبة العلندة في منطقة الشرق الأوسط في فلسطين، وخاصة في شمال الضفة الغربية وفي المناطق الوعرة، وتعرف أيضا باسم العليق.